زمان اليوم حراج وسوء نزل ولا طلع بكفور غريب آخر زمن والله أحد يلحق واحد ملحوظ نبيع اللي شرانا ليه ونقرب للي بايعنا سراب من الوهم نبني ربي من يساعدنا زمان اليوم زمان اليوم حراج وسوق نزل ولا طالع بكفور غريب آخر زمن أحد يلحق واحد ملحوظ نبيع اللي شرانا ليه ونقرب للي بايعنا سراب من الوهم نبنيه ربي من يساعدنا زمان اليوم زمان اليوم حراج وسوق نزل ولا طلع بكفار غريب آخر زمن والله أحد يلحق واحد ملحوظ تبيع اللي شرانا ليه ونقرب للي بايعنا سراب من الوهم نبنيه ربي من يساعدنا زمان اليوم لا إله إلا الله يا أخي قريت نصف القرآن والمعوذات كلها ولين الحين خايف من مرتك وقتها؟ تبي الصدق أنا خايف إنه عتاب تبيني أطلقها وهل تبيني أطلقها من الحين أنا خايف وانت تبيها؟ إي والله أبيها صحيح أنا زعلت عشان سوت الحركة اللي حقت البيت لكن بيني وبينها عشرة عمر طيب ما يخالف ننزل الحين ونكلمها ونقولها واذا كلمت كل شيء قلها بعدين وش بعدين انت مهبول انت تبين اطلقها بعدين لا يعني الحين تلقاها معصبه شوي بس تقولها بعدين وتروح بعدين تجي رايقه مش رايقه ناصر انا خايف انها تلح علي في الطلاق يا ابن الحلال يا ابن الحلال طلقها وتزوج اختها المثل يقول طلقها وخذ اختها قول الله لكن لا انا احب عتاب ما احب مفخوته ما احب المدينه الدبه ما احبها اقول انقل عجل انت ومرتك انا ما بقعد طول عمري في السياره خلنا نمشي وننزل افقع وجهك يلا بس يلا بسم الله ابشرك هذول هم نزلوا وزي ما وصيتك خلينا شديدين مع واحد مره اعرفه ما يجي الا بشده ما فيني شيء وحيد نعم أرجوك لا تتخلى عني تكفى يا وحيد أنا مرتك اللي تحبك رحم الله والديك أمحك شدة أرجعك؟ هذا حلمك اللي تعلمين فيه لكن ما رجعك بعد اللي سويتيه فيني أنا أسفة وهذا صك البيت اخذه وانقله باسمك ما ابي انت عندي اغلى من اي بيوت ما ابي شيء حلي عني ما بولد
المرة جاية تتحببك وترجاك وانت في السيارة قاعد تنتفض عندي تقول سنك دريل من 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 الخوف، والحين يوم جت راضي تقول لا 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 لازم اوريها العيب حمراء، لازم اوريها وعلشان ما ارجع لها بالساهل، عشان تعرف قيمتي. بس اقول انشب وكل ما نبقي لها واحترم نفسك زين، لا نقعد انا وياك طول عمرك مقابلين وجهك ووجهي، احمد ربك وراضها خلاص. يلا اسمعي عاد، انا لولا هالرجال الطيب حب راسي وقال لي تكفى وحلفني تكفى يا وحيد ارجع لها ما كان رجعت لك، لكن عاد تحت التجربة. الله يجزاك خير يا ناصر يا ولد ام ناصر. الله يسلم سويثي، بس عاد ها لا تزعلين وحيد مرة ثانية، ترى رجال طيب وحبيب. اي علمها علمها. لا خلاص اتوب، ومن اليوم كلمتك يا وحيد فوق كلمتي. طبعا كلمتي فوق كلمتك، ولا يعني انت كلمتك كانت فوق كلمتي؟ لا قصدي يعني بس اسمع تكثرها وخلصها علينا وراضها وخلصها تنكشف اوراق كلها من زينك ومن زينك. عموما يلا قدامي على البيت. ورا ما تخلون ناصر يجي يتغدى معانا، انا اللي راح اسوي الغداء. امشي بس انت يا عبله، ترى انتر ما جاب خبرك. يلا والله شو اسمه قولي اسكت بس اسكت، انت وجهك لا يكشف اوراق من زينك ومن زين خشتك، جايت المره مستويه خالصه، لو قربرت شوي كان انكشفت. اسكت لا ترفع صوتك الحين تسمعنا ثم تهون. طيب يلا يلا ضف ضف وجهك ضف وجهك، روح لها روح لها. زينك مملحك الحين ما انت سحاب تمديك. وبس اتفقت انت وبندر تحطون الزواج في المكان اللي تبون من غير ما تاخذون رايي. يا يوبا انت الخير والبركه، انت تعرف بس يا يوبا احنا ندور المكان على قد الميزانيه اللي معنا. ميزانيه؟ اه يا القهر، والله لو اني في عزي لحطه في افخم مكان ولا تهمني الفلوس. يا ابن الحلال يا ابو عبيد، ما دام هم متفقين على المكان ما في اي مشكله. يا ابن الحلال انت نسيت انا عراسنا كانت في يا ابو عبيد. هذا تاريخ قديم، تاريخ قديم لا تذكرينا فيه. الا ما قد قلتوا لي وين تزوجتوا فيه يا با. يا بنيتي عرسنا كان في بيت جدك الطين، كانوا الرجال نفرش لهم في الشارع والحريم في السطح، وكنا لا نعرف لا قصور ولا فنادق ولا شيء، وأذن القمصر. هذيك أيام فقر الله لا يعيدها. بس كانت حلوة يبا، والدليل إنك تزوجت أمي. يا بنتي يا بنتي حنا ودنا لك شيء يزين، ودنا إنك تزوجتي تاجر بدل بندر هالمنتف. رجعنا للبندر هالمساكين يا ابن الحلال، هم بكفاية ان طلعك من السجن. يا خوفي يا خوفي انه يذل انه طلعني بندر ولد ابو بندر. ايه المشي كل مشي قال سامحها باذني على الفم. هذه ما عندهم وقت، حرب حرب. بس بصراحة أهنيك على الذوق الهابط وفشل الأغنية. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك، طمنتني إن الفلوس بتروح. يا أخوي أنت كل همك بس إنك تفتك من هالفلوس وبس. إي والله أبي أفتك، هذه ما هي بفلوس، هذه كابوس. الله يرحم السياسوير، ورطيني بهالكابوس العنيف. آه بس طمني على الوالد، شخبار الوالد؟ والله يا ناصر أنا زرته اليوم، لكن صحته ما تطمن، كل يوم أسوأ من اليوم اللي قبله. أنا مري يا بندر إنك تاخذه توديه مستشفى أخرى غير المستشفى اللي أنتوا حاطينها فيه، أو تحطونه في البيت. والله بيني وبينك يا ناصر أنا أفكر زي كذا، يمكن البيت يرتاح فيه، وديت ذكرت الوالدة هناك والأطباء حنعرفه، أخذ له جلسات عندهم. أنا ألزم علي يا ناصر أمي وأخوي. ولا تنسى صديقك. وأنت معهم يا أخوي. هلا وين وحيد يا أخوي؟ ما شفته اليوم. أي أنا ما قلت لك، جت مرته اليوم وخذته وراحوا. بالله جت حرمته وخذته ليه يا اخوي؟ كرتون طماطم ولا كرتون موز ولا شنطه يا اخوي؟ يا اخي خله يروح لاهله ونفتك منه قلعته. والله انك صادق. المهم عاد انا بستاذن الحين، ابى امشي ورا اخوك.
ولا ورا اخوك ما تقعد معي، قعد معي خلي سهر ونوسع صدر تخبر ما يجيني نوم ذي الايام. لا 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 ما يمديني، وين وراي دوام يا ناصر، بعدين انا ما عاد اقدر اتاخر خلاص. وانت المفروض انك تنام اليوم واكيد انك ارتحت بعد الاغنيه الفاشله هذه، اكيد بيغرمونك ياخذون فلوسك. يا رب يا رب الله يسمع منك، ان شاء الله بكره يصكوني بالغرامه الجزائيه وتروح فلوسي كلها وارجع انا مرتاح يا كريم يا رب. اللهم امين. يلا تصبح على خير وانا اخوك. يلا مع السلامه. اقول لا تنسى تصك الباب وراك، لا يجي تسلب ولا قطو يقعد يلحس خشتي. ماشي. ايه بكره بكره ان شاء الله بيكون يوم فاصل في حياتي مع فلوسك يا سوير. يا ليتها صارت من نصيب ناس فقارة مستحقين، لكن الشكوى لله، قدر الله وما شاء فعل. يا صباح يا كريم، الله على ريحة الصبح. الحين اروح الفوال تلقى الفول عنده طازة، أجيب بدري وأصير أول واحد إنجاز وأنجز إنه أخذ من عند الفول. يا كريم. سؤال خير من انتو وش تبون؟ احنا طال عمرك صحفيين وجايين نبارك لك على الاغنية اللي حققت النجاح الباهت. اي اغنية؟ اغنية برد ومشد مكسر السوق طال عمرك. لا تقول هالكلام، لا كل غيرها. اكيد هذه دموع الفرح استاذ ناصر. علمنا استاذ ناصر متى بتسويها فيديو كليب؟ اي فيديو كليب مدري كلب جاني الكلاب تنهشكم. يا سلام يا عم ناصر، يا سلام. أماني يركز الطير في السماء. القصو يا أهل الحرات القصو. أنا ضرب السوق كله. يا أخي اسكت ما أبغى أسمع. اسكت شلبات بها أحد بالله يغني أغنية وما يبي يسمعها، ما يصير. أنا ما بيسمعها، احنا مسوينا عشان نخسر نقوم ننجح. يا الله يا أخوي ايش بلاك انت، الله يهديك. ما تشوف العالم هناك الحين زحمة. يا تصدق أنا دخلت وهم قاعدين يسمعونها، برد ومشك. كلهم انقلعون لا يقعدون يغنونها، لا يغنونها عند باب بيتي. ما يصير دول جمهورك. بالله في أحد بهالدنيا وهالعالم ذي يكره النجاح؟ ما يصير. أنا أحب الخسارة. يا رب سويتها. دك دور لي مراد، تتكلم على مراد، شوف لي حل. يا رجال مراد بيجي في الطريق. بس العالم زحمة. يا رب. وغيرها خسارة. لا أضرب. طب دق على مراد، خليه يجيب بسرعة. حاضر. شوف الحل بالمصيبة. انت موسوس، انت على طول علينا. انت بسم الله الرحمن. وين 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 وين
مراد مراد نعم الو بردوا مشك بردوا يا اخي جايزك لا تغنيها ليش تغنيها؟ ما هو انا اللي اغنيها يا اخي هذه النغمه النغمه حتى مراد حاط نغمته نغمه بردوا مشك جدي احترق الحين ما تقول راح تبكي انت الحين ايه قومي كلميها اقول يا رهف سمي ودي منك خدمه امري وش تبي؟ تو كلمني خطيبي سامي واتفقنا نجيب مطرب معروف زواجنا. طيب هذا شيء راجع لك انت وياه وراجع لك انت بعد. شلون؟ لان المطرب هو ناصر قريبك اللي كنت تكلمينه عنه وكنت تقولي انه صديق بندر. ناصر عميان ما غيره؟ ايه له اغنيه مكسره الدنيا ودنا نلحق عليه نحجزه قبل لا يغلى سعره. وش اللي يغلى سعره؟ خروفه بموسم الضحيه؟ لا بس حنا ودنا تكلمين بندر اذا له خاطر عنده يكلمه ونحجزه من الحين. تحجزونه؟ هبولت مجنونت مراد في حد يجيب فلوس هالكثر وناس عند الباب زحمه واجد. ما بعرف شو بدي لك يا مسيو وحيد بس شو صار؟ قالوا له هي المصاري دفعه بسيطه من المبلغ تبعنا وقال لازم اليوم تشيله من عنا لانه ما عاد ضل مكان لمصرياته. ايه صدقني وكل هذا ليش؟ مشان غنيته للشيخ تبعنا بردوا مشى بردوا مشى ايش اسمي حترى ايش اسمي حترى بردوا مشى. اقول انا 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 بالنسبه لي عشان اريحكم عشان اريحكم انا باخذها عندي ها واخليها عندي علشان ما يجي هالشيء زين. هذا فلوس سوير وفيها لعنة والعياذ بالله وما بي أحد ياخذها عزيز علي. كيفك بس ليتك تكرهني؟ أنا 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 ما عندي مشكلة أنا باخذها عندي بس علشان أريحك منها. مراد تصرف تصرف يا مراد خلصنا من هالسالفة. شو خلصنا ما خلصنا؟ الشركة طالبين مني ألبوم تاني لإلها وهي الأقل جبته معي ووقعته يعني أمورنا كلها تمام وراح يدفعوا لك كل شيء بدك إياه على بياض. بعد أقول اسمع عاد الحين ترى عاد الأولى تركتك في الأغنية الأولى ما لي علاقة الحين العقد أبغاه يوقع مرواسي هذا سبب نجاحي أبي فلوس. الجزء الثاني أنا بالدولار بالدولار أنا سبب نجاح الأغنية. ما في أغاني بعد اليوم وتوبة وروح يا مراد قل لهم ان المطرب ناصر اعتزل. برد ومشك برد ومشك برد ومشك مش فيك كانك مش مصدقني. اي والله تكلم جدا يا اخوي الاغنيه مكسر الدنيا اليوم في الاذاعه انواع الاهداءات على الاغنيه وهذه هي في اول يوم لسه بعد اسبوع بتشوف بلاوي. والله البلش صدق البلجي اخويك صار مطرب ومشهور بعد. لا يا اخوي البلجي ذوق الناس الهابط تدري ناصر يوم سجلها عالم انها اغنيه هابطه وفاشله لكن ذوق الناس وش تقول؟ يا اخوي وانا من ذا الناس انا مبسوط بالاغنيه وبعدين صراحه جايك ابيك تكلمها لي يغني في زواجي. ايش اللي زواجي ما زواجي؟ قم يلا المكتب يلا قبل المكتب ترى احنا في مكان شغل. يا اخوي الدوام منتهي لربع ساعه كلمه تكفى خلي يغنيها. مشينا 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 دام الدوام منتهي خلينا نروح ناصر ناصر قال الحين منها بالمنجل. يا ابن الحلال لا تلوم نفسك على ذوق هالناس اللي صاير هابط. انا ما لوم الناس انا لوم نفسي اني ما حققت هدفي. اي هدف اللي تتكلم عنه؟ يا رجال الهدف يقول انه يبي يتخلص من هالفلوس وما درى انها زادت اكثر من الاول زي ما انت شايف. الحين الفلوس هذه كلها من بيع الاغنيه؟ هذه الدفعه الاولى لسه باقي دفعات. يا ويلي ويلا يا ويلي يا ويلي ويلا 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 يا ويلي ويلا. تبين شيء يا عمري؟ سلامتك يا حبيبي ترك ما اخذ فطور ناصر. ناصر صار لي يومين اروح له البيت واطق عليه وما يفتح لي. زعلان منك.
زعلان من نفسه ومن الناس كلها، والمسكين جاه احباط، يقول وين ما يطقها عوجه. تبي صدق؟ ما في ازين من راحة البال حتى لو كان من غير فلوس. صدقتي يا بالله، ما في احسن من راحة البال، خاصة بعد ما شفت ناصر واللي صار له، رغم اني انا كان نفسي ان انا اكون زيه. طيب روح له مرة ثانية للمسكين، يمكن يفتح لك الباب يطلع من هالحجر اللي حاجر نفسه فيه. خلاص ابى امر عليه واخليه يطلع معي لاي مكان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله انك فتحت الباب. ما بغيت تفتح الباب؟ كم مرة جيت انا وبندر وانت ما شاء الله عليك مقزز مقزز، لا حس ولا خبر. يا اخي ايش تبون فيني؟ يا اخي مالي مزاج اقابل احد يا اخي. ايش مالك مزاج؟ يا اخي احنا اصحابك، احنا احبابك، على الاقل رد علينا. كويس انك ترد بالجوال، ولا بعد كان جينا طبعا وكسرنا الباب ودخلنا. وشلون تكسر البيبان؟ عندك خبرة في فتح البيبان؟ افتح الباب وادخل يا اخي. هاي القمندة، كلامك هذا مزح ولا جد؟ لا لا امزح امزح، مع ان والله مالي خلق في المزح ابد. المهم المهم قم البس غطرتك ويلا يلا قم نطلع نتمشى يلا. لا لا مالي خلق اطلع، خاف اطلع وتجيني فلوس وانا مالي خلق. يا رجال وش تجيك فلوس الحين؟ السماء قاعده تمطر فلوس الحين. المهم انت اهم شيء لا تدخل لا في تجاره ولا في غيرها ولا تخاف. انا صار عندي فوبيا من الشغل ومن التجاره كلها. من عند الباب غريبة، من اللي جاي هالوقت؟ ما في غيره بندر، لأنه مشتق عليك. لا 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 لا، أمس مكلمني بندر، وبندر دائما يكون في هالحزة في الدوام. أي خلنا نشوف من هو، خلنا نشوف. يلا روح أنا لك. طيب هلا هلا والله أبو وحيد. وهذا بندر دخل بيت ناصر. أي والله دخل بيت ناصر. يا اخوي انت وراك ما ترد على كلامي من يوم اللي جلست معك هنا يا ابو بندر. ما ابي اطالع، ما ابي اشوف اللي رايح واللي جاي، دع الخلق للخالق. اقول وين ناصر بس؟ ايش ناصر انت الحين؟ ايش اللي جابك؟ مو المفروض انك تكون في دوامك. يلا يبا يلا يلا. اقول واخي انت ايش دخلك والله انت الا بعد؟ بندر انت اللي تقول الكلام ده يا ابو بندر. يا اخوي انت اشهر واحد في الحاره يراقب الرايح والجاي. يا اخي خلاص بطلت، ما ابي اراقب غصبه. يعني تجبروني اني اراقب الناس؟ ما ابي خلاص بطلت. يا اخوي اعصابك علينا، اعصابك الله يهديك اعصابك. يا اخوي انا من يوم سكنت في الحاره صرت مثلك اول، لكن وش اقول، يا شين الفضوه وقله الدبره واللي ما عنده شعور. والله جاب العلم وحيد، قال انك انت اللي تطق الباب. غريبه بس، ما عندك دوام؟ لا يكون فصلوك جاي تسدع عندنا هنا. الظاهر انه فصلوه. اجل شوف، ما دام فصلوك ابى احجز لك طال عمرك بسطه جنبي عشان تبيع فيها. اخوي اي بسطه ما بسطه. كل ما في الموضوع اني انا خذيت اجازه ضريريه عشانك يا ناصر. عشاني انا؟ بارك الله فيك، وش السالفه؟ والله من المجامله علشانك، وش معنى ما اخذتها علشاني انا؟ يا اخوي انت ما تستاهل يا اخوي. الرجال اليومين اللي راح تعبان نفسيته. وكل ما في الامر يا ناصر انا اخذت اجازه علشان نقدر نصرف فلوسك. بارك الله فيك بارك الله فيك. انا اقول ايه صحيح اقول يا ناصر عطنا فلوسك خلنا نصرفها انا وبندر. ايه يا اخوي تراك فاهم غلط انت يا وحيد. تحسبني الحين بلهط فلوس ناصر؟ قل لي وش هالطريقه اللي انت مخبيها ولا علمتني اياها من زمان؟ وانا عارف لو دخلنا في مشروع بتزود الفلوس فلوس. الله صحيح يا اخوي. ورا ما تسكت انت، لا تستعجل يا ناصر، انت روح معي وما يصير خاطرك الا كل طيب. اجل يلا مشينا يا ناصر. يلا خلنا نمشي. اقول يا وحيد. نعم. تروح معنا؟ مالي برايح، فيها دب فلوس على غيري، مالي برايح. خلني اروح الحراج اترزق الله على الاقل. راح انقلع لحراجك، خلني بروح اجيب غترتي وبجي دقيقه. طيب يلا بنتظرك يا ناصر. يلا.
لكن بالضبط يا ناصر. شوف بالضبط متشقق متشقق من البسطة يا رجل. أنا يعني فكرتك هذه مشروع عظيم وجميل صراحة. حسيت إني مرتاح أول ما بديت أوزع الفلوس عليهم. أنا تعمدت أجيبك لأمراض الكلى علشان تشوف يا ناصر وش كثر هالمساكين محتاجين بأجهزة متخصصة للغسيل. إي والله إي والله يا بندر، بس أنا إن شاء الله ناوي بمشيئة الله إني أبني مركز غسيل الكلى في أنحاء المملكة إن شاء الله. أهم شيء إنك تفكر يا ناصر إنه يكون مشروع تجاري علشان يدر فلوس رواجي علشان تستفيد منها في مشاريع ثانية. بس المشكلة يا بندر إنه الملايين اللي عندي ما راح تقضى على هالمشاريع. لا لا تستعجل يا ناصر، في مشاريع ثانية وفي جمعيات ثانية محتاجة للدعم والتبرعات. مشينا أوريك. يلا يلا خل نفت هالملايين. يلا مشينا. يا الله يا الله يا بندر، ما كنت اتخيل انه في ناس عندهم عاقين والدين بشكل رهيب. انت سمعت بس حالتين، لو سمعت القضايا الثانيه كان تقطع قلبك يا ناصر. لا والله لا والله اعوذ بالله، انا ما اتخيل انه في احد يرمي امه ولا ابوه في الشارع وما يحطه عنده في البيت ويكسب اجره. هذا قلتها، لكن الحمد لله في الديره الله اكرمنا في جمعيه تجمعهم وتكرمهم، لكن للاسف الضغط صار عليهم كثير الآن. إن شاء الله إن شاء الله من أولويات المشاريع إنشاء دور للمسنين، وهذه أهم شيء بسويها. الله يوفقك إن شاء الله وبشرك يا ناصر. تراني صرفت الشيك اللي أعطتني إياه حق رعاية المساجين. يا سلام. وحق الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. الله يقبلها. وحق رعاية الأيتام، كله صرفته ووصلته لهم. يا سلام عليك. يلا همش امشي، خلنا نروح مشوار ثاني ونطلع نطق لنا نفطح ضب. يلا يلا مشي. وين رحت؟ من هنا من هنا. هلا يما. هلا بندر. تبي شيء يما؟ انا بطلع. وين رايح؟ بروح اصلي العشاء وبعد برايس عند ناصر. اجل لا تنسى تجيب بطاقات العرس، عرسك بعد كم يوم، لحين ما عزمنا حد. اي والله يما، عاد المطبع دقين علي يقولون تعال استلم البطاقات، بس ما رايح اليوم، بكره بجيهم. يلا على منك. الله معك، مع السلامه. بندر خير؟ طفي التلفزيون. ليه؟
أبي تبي تطلع الحين تمثيلية ما أبي أشوفها، خاف يقولون عني ملقوف. طفي يلا. هذا أنا طفيته. خلاص بروح الدار عيل. ها؟ تو تقول لي طفي التلفزيون والحين بتقول لي تروح الدار؟ أخاف أروح الدار وأسمع الأخبار أي أطالع، هيا بيقولون عني ملقوف بعد أيام جاي طالعنا يا. والله صدق ما عندك سالفة. وراك تأخرت، بالعادة تجي من الحراج حول المغرب. بنت الحلال أي تأخرت، أنا كنت عند ناصر واليوم المشكلة أني ما وصلت الحراج إلا متأخر. ليه؟ وش كان عنده خلاكم تأخرون؟ وش كان عنده؟ عنده قهر قهر قهر. أنا قلت له يا ناصر اسمع كلامي، خذ لك أنت 500 مليون خلها عندك، عطني أنا صديقك وحيد، عطني 5-6-8 مليون خلها عندي، أما أنك تجي كذا تعطيها كذا ببلاش مبلش ما يصير. تبي الصدق؟ والله سوى خير في نفسه. خير؟ أي خير؟ أي خير يرجع للفقر؟ أي خير؟ أولهم أنت، وشوفوا بغت السبب بيني وبينك، وشوي بعد نتطلق من بعض. الله لا يقولها، الله لا يقولها، كلش إلا هذه. أجل حبك لي ما تغير يا قلبي؟ لا زاد، زاد بعد عمري وصار سكر زيادة، يعني مثل اللي يقول لك الأمواج سوق الحراج. أنت ما تعرف تعبر عن شيء إلا في حراج؟ هذا أقوى أقوى وأحلى شيء أعرفه بحياتي. أجل مجهزت لك العشوة اللي يحبها قلبك يا قلبي. والله هاك أصابيع اليوم وراها، أجل روحي يا روحي وجهزيها على بال ما بدل ملابسي. أموت أنا جايك. بصراحة يا ناصر أنا أول مرة أشوف منبسط لهالدرجة. يا رجل كان في هم على صدري وانزاح. الله يتمم عليك بخير يا أخوي، فعلا ترى الواحد ما يحب إلا راحة البال. أي والله إنك صادق يا رجل، خل يا رب يا رب يا رب كل اللي عليهم هم وغم ينزاح يا رب ولي يا رب. اللهم آمين. أجل أنا بمشي يا ناصر، ترى تأخر الوقت عندي دوام. ترى يا أخي لما تأخذ إجازة يا أخي، أنت لا تنسى وراك زواج. أخذ إجازة؟ لا يا ناصر، أهم شيء عملي، وبعدين الإجازة ما راح أخذها إلا يوم زواجي. يلا تصبح على خير. الله يسلمك، تصبح على خير. نايم في الصالة. يا الله، بس والله يحس راسي انه صفى. اوه هذي نايم كثير. والله من زمان ما شبعت نوم. وين بالنوم الزينة من زمان؟ يا الله توني ارتاح. خلني اقوم واتوضا واروح الحراج اوسع صدري. عصاي الله ينقرب راسي. والله هذه بسم الله يا زين راحة البال. Thank you.
بعض العلماء يقول لك انه 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 الدوره الشمسيه. والله دخلت الشمسيه. يا هلا يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا. المحامي 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 حياك الله. دغدغني الله يحييك. الله يبارك فيك. حياك الله. دغدغني دغدغني. وراك شحنان الله يجزاك خير. يا اخي تعبتني يا اخي من اليوم ادور لكم. خير وش في خير يا طير؟ وانا بقفل حسابات سوير الله يرحمها لقيت ملف كذا غريب كذا شويه، بس لين فتحته لقيت شيء يفجع يا ناصر. اشترت اسهم في الاسهم الامريكيه بالسنت، كلام فاضي. يعني تقول تراب الفلوس. الان انت عارف كم تسوى؟ 2 مليار. 2 مليار؟ لا لا يا سوير، حرام عليك يا سوير. لا لا لا. زمان اليوم حراج وسوق، نزل ولا طلع بالطوق. غريب آخر زمن والله، أحد يلحق واحد ملحوق. نبيع اللي شرانا ليه ونقرب للي بايعان. سراب من الوهم نبني، ربي من يساعدنا. زمان اليوم، زمان اليوم حراج، نزل ولا طالع بك فوق. غريب آخر زمن والله، أحد يلحق واحد ملحوق.